يعني هسه أنا هنا محتار، يعني أنا هسه بين قامتين فنية عراقية. العفو أستاذ العزيز. دكتور حسن، رأيك وانطباعك عن هذا المهرجان؟ والله أكيد هو هذا امتداد للسنوات السابقة، والحمد لله والشكر ور سنة بعد سنة، والحمد لله أنا أتفائل به. العام أخذ جائزة أفضل ممثل به، واليوم أخذ يعني لبس عربي. صحيح. أنه المهرجان توسع، يعني ما بقى صار محلي، وهذا نطمح له، والعراقي يستاهل أنه يطلع للنافذة العربية إن شاء الله. هو هذه السنة قدمت أعمال كبيرة على مختلف الفضائيات، وإن شاء الله يا ربي التوفيق والنجاح لكل الفنانين المبدعين. إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذنا كبيرنا مبدعنا اللي فخورين بيك، شلون وجهة نظرك اليوم لهذه الكوكبة من النجوم، لهذا الحفل الكبير، شنو الرسالة اليوم يوصلها هذا المهرجان للعالم العربي؟ والله فشيء مفرح يعني بصراحة، يعني ليش احنا معتمدين على مهرجانات؟ كان مهرجان البندقية مو وهوليود وغيره وغيره، خلص المهرجان عندنا شيء مفرح. هذا دعم للفنان اللي عمل وتعب، هو حتى لو يكون معنوي، بس المهم كرنفال بهالحجم هذا فشي بيوتيفل صراحة. يعني احنا مو اقل شأن من الوطن العربي، احنا نجومنا مبدعين، والدليل اليوم انتم وجودكم ونجاحكم. طريقة عبو شوية، خلينا نختم لنا اليوم هذا اللقاء. طبعا عادي، هو اللقاء ويا الرشيد يعني احبوه. شو الموضوع؟ عاش من سمع شاف.